نيكولا سميوني خلصنا أول مرحلتين من رالي ربيع، خبرني كيف كانوا؟ أول مرحلة كانت كثير صعبة، أول مرحلة بالرالي وكنا بدنا نكون كثير منتبهين ما نعمل شي مشكلة، وأبداً ما قدرنا نفهم شي من الدوليب وعلى المي، كثير كانت صعبة بقى، كثير منيح خلصنا لأول لوب بعقد. اول اثنين ستيج كانوا كثير صعبين مع المي والويت تايرز، كنا كثير متضايقين ما كنا مرتاحين. عملنا سبين بنهر ابراهيم بقى خسرنا فيها وجبرنا نحط اريير، بعد ما انسحب تامر ما بقى عندي شيء اعمله بقى طلعت، واس اس 5 الباور ستيج عملت وقت رجعت منيح لانه ما كنت مرتاح ومبسوط بحشوش، طلعنا وسقنا احسن، اكيد مقتنع كثير منيح.